في قطاع العدالة، أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بأن هناك 26 رعية جزائري معتقل بسجن غوانتنامو، حيث تم استعادة 18 رعية جزائري سابق معتقل بغوانتنامو، وتم إحالة ملفاتهم على القضاء الجزائري. إلى ذلك، وفي نفس السياق، أكد أو صرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أكد بأن الجزائر تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل استقبال بقية المعتقلين في سجن غوانتنامو. أحمد قارو رصد التالي. ثم تعلمون بأن فيه وفد منذ سنوات مثل من عن وزارة العدل انتقل إلى الولايات المتحدة حول هذا الموضوع. يوجد العدد الإجمالي الذي كان في غوانتانامو بدون محاكمة هو 26 جزائري، أغلبهم من وقت الحرب أو الإرهاب في أفغانستان. اتفقنا على الولايات المتحدة أمريكية لإجراءات تسليم، وتم تسليم 18 منهم، أحيلوا على القضاء وفقا للإجراءات القانونية. منهم من تم تبرئته ومنهم من تم إدانته. الذين بقوا في غوانتانامو الآن فيه إجراءات وعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليمهم وفقا للإجراءات القانونية. كما أعلنت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيغا على هامش الزيارة التي تقودها إلى الجزائر أنه تم الاتفاق مع السلطات الجزائرية على تسهيل مجريات التحقيق في ملف تبحرين. Il s'agit en effet d'une procédure dans laquelle la coopération entre la France et l'Algérie est extrêmement intense. Elle a connu parfois des temps de latence, mais c'est une coopération qui se poursuit. Vous savez que les juges d'instruction ont pu se rendre sur place. Nous allons faire en sorte que cette procédure suit son cours. Lorsqu'il y a la moindre difficulté, parfois une incompréhension ou un malentendu, nous en sommes avisés, le ministre et moi-même nous en parlons, et les choses se font sans difficulté.